لليلة الرابعة على التوالي ستنام خديجة أسعد ذات 78 عاماً على سرير سجن مخفر الدوير الذي تقبع فيه منذ الاثنين الماضي بسبب مخالفة ارتكبها أبناؤها ببنائهم غرفة على سطح مبنى. اللي بنتي عمرت خيمة على السطح، إجوا ملأوها أخذوني مطرحة. لم يشفع لخديجة مرضها، فهي تعاني اللوكيميا وتخضع لعلاج كيميائي قد لا تستطيع استكماله بسبب بقائها في السجن. عم ترتاحي بالنوم جوا؟ غسل العين عنان على الكرسي، ما فيي نمر اذا نمت على الارض بدي اوقع لاقعه، واذا بدي حدا يقيم. وكان من المفترض ان يخلى سبيلها اليوم، الا ان القاضيه رفضت طلب الاخلاء. ما قلت لهم انك مريضه، انك معك سرطان؟ قلت رجع، رحنا اليوم اخذوني عند القاضي. يعني شفتك القاضيه واصرت؟ ايه، ورجعي مطرح ما جيتي على الحبس. وكأن البلد خلى من اللصوص لتملأ السجون بالعجز والمرضى.